خلينا نتعرف مع بعض عن حالة التقصى ونشوف كيف رح يكفي بالأيام اللي جاية. في شوية سقعة، إما بده يعتدل الطقس، كيف رح يكون الطقس بشهر رمضان المبارك؟ بصيرنا نرحب مع المتنبئ الجوي عبر الهاتف الأستاذ شادي جويش. صباح الخير. يسعد صباحك، يا هلا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. بالبداية خلينا ناخذ لمحة سريعة عن أحوال الطقس اليوم وبكرة. هلا بالنسبة لليوم وبكرة، الارتفاع تدريجي مستمر خلال اليومين القادمين. لاحظنا في فروقات حرارية عم تكون بسيطة خلال ساعات النهار، لكن ليلا عم تظل الأجواء باردة أو مائلة للبرودة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. الارتفاع مكمل معنا اليومين القادمين. الحرارات بتكون حول المعدل نهارا، لكن ليلا ادنى من المعدل بقليل. هالجو مستمر حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. الرياح بتكون شرقيه الى جنوبيه شرقيه بين الخفيفه والمعتدله، وفي عنا اجواء سدينيه على المنطقه الشرقيه والباديه. هلا بالنسبه لاخر الاسبوع، في عنا ارتفاع ملموس على درجات الحراره، طبعا خلال عطله نهايه الاسبوع تحديدا، مع بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله. في عنا ارتفاع بيكون يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين. الارتفاع بيكون أكثر على المناطق الجنوبية، الجنوبية الشرقية والشرقية. ممكن الحرارات تلامس 30 درجة مئوية بالنسبة للجنوب، والشرقية بتتجاوز 30 درجة مئوية. طبعا وأجواء معتدلة في أغلب المناطق الشمالية والوسطى والساحلية. طيب خلينا نعرف من حضرتك، فينا نقول المنخفضات خلصت، رح يكون الجو بالأيام القادمة المناخ معتدل خلال شهر رمضان المبارك؟ الحقيقة منخفضات ممكن يكون في عنا خلال فترة الربيع، يعني بداية الربيع بدأت من أسبوع تقريبا، لكن منخفضات ماطرة. بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة مستبعد يكون شبيه بالانخفاض اللي كان خلال الفترة الماضية. انخفاض طفيف على الحرارة ممكن يكون خلال منتصف الشهر القادم أو نهايته. المتوقع بداية رمضان تكون الأجواء حارة نسبيا، الحرارات فوق المعدل بحدود 3 إلى حتى 4 درجات مئوية، واحتمال طبعا انخفاض منتصف الشهر لحرارات حول المعدل مو أكثر من هيك. ما في عندنا انخفاضات كثيرة أو كتل هوائية باردة أو شديدة برودة خلال الفترة القادمة. مثل ما ذكرنا الحرارات بتكون فوق المعدل بدايه رمضان وبتنخفض تدريجيا مع منتصف رمضان.